مثلا المغربية حق الإنسان كي يطار في سياق الأحداث اللي عادت الأحداث أو ردود الفعل عقب الأحكام القاسية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين، وكيف ما كان واضح اليوم يعني المحامي اللي كانت تتبناته جميع من أجل الدفاع عن 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 المعتقلين السياسيين الصحراويين بين وضح عن المحاكمة ما هي عادلة، لأنها محاكمة تجري في محكمة عسكرية، وبين بالأدلة بأنه يعني لم تكن هناك وجود أي أدلة ضد تورط المعارك كما يقول القضاء المغربي على المتورطة بجرائم قتل. المحامي أكد بأنه أيضا بأن المحاكمة يعني لا يمكن أن تكون عادلة، وكذلك بالنسبة للمعتقلين المفرز عنهم وضحوا بالملموس بأنهم يعني استغربوا لماذا تم إفراج عنهم هما والبقية لم يفرج عنهم، مع غياب وجود أي أدلة يعني لا أدلة قانونية. أكدوا كذلك على تزوير المحاضر، أكدوا كذلك على التعذيب اللي تعرضوا له. وبالنسبة لهذه الندوة باختصار جديد هي